بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحان الله العظيم. كنا بالميقات ولا وصلنا الحرم الشريف بمكة المكرمة، والعمر اليوم يروح المرحوم قاسم عبد الغني كريزان ابن عيش الناصر رحمه الله وأنسه الله عوضه الله الجنة. اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحان الله أمين. واغسله بماء الثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. هلا بلشنا الطواف. بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل بماء الثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا من خير من داره، وأهلا من خير من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اروي القبور، اللهم اروي من قطعت حياتهم من هذه الدنيا. ربي واجعلهم من المكرمين المنعمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنهم ظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اغفر له وارحمه ورحيم. اللهم رد ترابه واستر حسابه. لا إله إلا أنت سبحان الظالمين. اللهم اغفر له وارحمه يا رحيم. اللهم رد ترابه واستر حسابه. لا إله إلا أنت سبحان الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اغفر له. اللهم يسر أموره يا رب العالمين. اللهم اهدي أولاده واشفي أولاده يا رب العالمين. اللهم اهدي أولاده واشفي أولاده يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا رب. لا إله إلا أنت سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هذه العمرة إلى روح المرحوم بوجه الله تعالى، بوجه الله تعالى. نرجو من الله القبول، نرجو من الله القبول. اللهم رب الناس اذهب البأس أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا غير سقمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أغنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبنا على دينك وعلى الإيمان. اللهم اغفر أولادهم واهدي أولادهم واشفي أولاده يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم رب محمد وربي أهل محمد وربي أصحاب محمد، اجزي عنا محمدا ما هو أهله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنهم ظالمين وأنت أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.